السلام عليكم عشاق هواتف سامسونج جالاكسي S23 ستأتي مع تغيير واحد عن سلسلة الجالاكسي S22. كشف الفرق بين سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S23 وسلسلة جالاكسي S22، كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل أن أبدأ أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة 100,000 مشترك بدعمكم فضلا وليس أمرا، بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل أو توت أو آل وتابع الفيديو حتى النهاية. بينما كنا نتوقع العديد من التغييرات على سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S23 القادمة، لكن يبدو أن جيل جديد من الهواتف المتطورة من سامسونج ليس شيئا ثوريا. وبعد أيام قليلة علمنا أن سامسونج جالاكسي S23 لن يكون هو الثورة المتوقعة. يبدو أن الشيء نفسه ينطبق على جالاكسي S23 العادي و S23 بلس. في الواقع وفقا لما ذكره المصدر، سوف يرث الهاتفان جزءا كبيرا من الخصائص التقنية لجهاز جالاكسي S22 وجالاكسي S22 بلس الحاليين. ومن المحتمل أن يستخدم الجيل الجديد من سلسلة جالاكسي S23 نفس الشاشات ونفس مستشعرات الكاميرا ونفس البطاريات، وسيكون هناك تغيير رئيسي واحد فقط على هاتف جالاكسي S23 وهاتف جالاكسي S23 بلس، وهذا التغيير يكمن في المعالج فقط. ومن المرجح قدوم هواتف السلسلة مع معالج سناب دراجون 8 جيل الثاني أو جينيريشن 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر من شركة TSMC، ومثل السناب دراجون 8 بلس جين 1 ستتمتع الرقائق بتحكم أفضل في الحرارة، وبالتالي تكون أقل عرضة لارتفاع درجة الحرارة. ومن جانبه يجب أن يأتي الجالاكسي S23 ألترا بمجموعة مواصفات متطابقة لمواصفات هاتف الجالاكسي S22 ألترا، لكننا نعلم أن الهاتف سيحصل على مستشعر رئيسي جديد بدقة 200 ميجا بيكسل. وكشفت التسريبات أيضا أن إطار الهاتف يجب أن يكون أوسع قليلا في هذا الجيل الجديد، مما يعني أنه سيتم تقليل جزء المنحني من الشاشة، لذا فهذه أخبار رائعة للمستخدمين الذين يفضلون الشاشات المسطحة. وعلى الرغم من هذا التغيير نتوقع أن تظل الأبعاد متطابقة تقريبا. مقاس جهاز الجالاكسي S22 ألترا هو 8.9 ملم في 77.9 في 163.3 ملم، وقد أشارت التسريبات بالفعل إلى أن أبعاد الجيل الجديد ستبلغ 8.9 في 78.1 في 163.4 ملم. برأيكم أعزائي الكرام، ما هي أبرز الميزات التي يجب توفرها في سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S23 القادمة؟ وما رأيكم في هذا الخبر الذي هو شيئا ما مزعج لأنه لن يكون هناك تطور ثوري أو تغيير ثوري من شركة سامسونج في الهواتف أو في السلسلة القادمة S23؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.